ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. مجموعتين، 8 8 9 9، عدد الفرق كلها. مجموعة منطقة الجزاء، مجموعة يعني بعيدة عن منطقة الجزاء، حسب الأعمار، حسب المستويات، حسب الأهداف. فالمجموعة الأولى اللي هم باللون الأصفر، المجموعة الثانية بالألوان. هنا تطبق فعالية تدريبية عبارة عن دحرجة، تمرير للاعب خمسة دحرج سريعة للتصويب على المرمى، بينما اللاعب واحد بعدين يمرر إلى خمسة يتابع الكرة المصوبة على المرمى، يعني الريباوند نسميها، وبعدين يبدل المركز. شوف هنا الخمسة راح خلف أربعة، والواحد اللي انطلق منها لمتابعة الكرة رجع خلف ثمانية. هنا من المستحسن كتوصية أن تعمل فعالية تدريبية على هذه الشكل، بس فيها متغير عن هذه الفعالية، عشان يصير عندي هذا اوبشن 1 او فيرست اوبشن وهذا سكند اوبشن، لان بعدين يخلصون العمل. اما نغير مواقع المجموعتين او اللي عمل هذا الاوبشن 1 راح مره ثانيه يعمل الاوبشن 2، واللي عمل الاوبشن 2 من هنا يعمل الاوبشن 1. بعد انتهاء هاي الفعاليه الفريق انقسم 8 ب 8، نلعب 8 ضد 8 على هدفين باتجاهين لتحقيق هدف تدريبي. يعني انت ما تلعب لاجل ان تلعب هدف، لا، انا اريد بنفس المساحه العب هاي اللي هي هاي تقريبا فوق، يعني فوق ما يعرف بدائرة الوسط ب 15 يعني. وطبق هذه الفعالية بدل ما الفعالية الثانية تطبقها بعد الانتهاء من تطبيق هذا الربط على الهدف للتصويب على المرمى وإسناد التصويب بمتابعة الكرة من اللاعب الآخر الغير حاز على الكرة. بس ما في شيء. لكن الآن ضع أنت المتغير الثاني أو الأوبشن الثاني أو السكند أوبشن، ضع أنت في فكرك الآن، حتى لو ما عندك روح على البينت، ضع هذا الرسم على البينت، وروح على الأسهم وعلى الخطوط وشكل الفعالية هنا، أو اشرحها. قول واحد ايش يعمل، خمسة ايش يعمل هو واحد، لكن نريد متغير عن هاي، ما نريد نفس الخطوات، نريد متغير نضيف هنا، فتبدو الفعالية لنا بنفس تنظيم هذه الفعالية، لكن تسلسلها يختلف عما هاي الفعالية. فصار عندي اوبشن 1 واوبشن 2، هذا المقصود بالاوبشن 1 واوبشن 2 واوبشن 3 اللي تكلمت عنه سابقا، واللي طلب احد المدربين الجزائريين توضيح. هذا توضيح بسيط، لكن انا ما عملت الاوبشن 2 لان دائما المدربين يجب ان يستنبطون الاوبشن 2 بناء على الاوبشن 1. اسال الله لي ولكم الصحه والعافيه، كما دائما اكرر القول بان هذه مجرد افكار بسيطه لا تحتاج الا للتطبيق الميداني. التطبيق الميداني اهم من التطبيق النظري سواء على الكمبيوترات او في الكتب. التطبيق الميداني يمنحك فرصه من خلال تنفيذ اللاعبين للواجب بأن تضع متغيرات مهمة. فأنا لما أراقب هذه المجموعة تعمل من خلال عملها، هي الفعالية تظهر لي احتياج آخر، فأضع الاحتياج الآخر وين؟ بهذه المجموعة. اليوم 20، نعم 20 ولا اليوم 20 8 2023. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا موفق الله، شكرا جزيلا.